غرفة نوم فيها حكايات بل أسرار اللي كان من الصعب على العيالات اللي كتواجد معنا في الحلقة أنهم يبوحوا بها. خيبة التعويضة كنبر بلونة مني كنبر مراكم ديك الدرجة اللي كانت عرفة منها. لكن كيفاش نقدروا نتقبلوه منين كيجيك من القريب واللي كيكون شريك حياة؟ تاني الصالون عراني كنت فيه إيدي اللور شد الموس حماتة والأحمر ديكشي داخل ضربي يعني كامل جاي. لكل جريمة كاين قانون، لكن واش كاين قانون كيعاقب الزوج المغتصب؟ ما كاينش قانون كيجرم اغتصاب الزوجي داخل الزوجيه. النص القانوني 486 القانون الجنائي ظاهر ديالو ملي تيقول لك مواقعه رجل لامراه بدون رضاها ما استاش. اسمعي بلحظتك مره راه تربطت باش نعرف كيجيب عنف والذكر ديالو يقدر يشردها حتى ممارسه عنيفه. الاغتصاب مرفوض جمله وتفصيلا، لكن شنو هو راي هاد الجوانب الديني النفسي المجتمعي وايضا النضال الحقوقي في هذا الجرم؟ وتيكون علاقه جنسيه عنف وهي ما باغياش وبزاف راه تتسمى اغتصاب. اي علاقه غير رضائيه بين المراه ورجلها راه كتعتبر اغتصاب زوجي. النقاش حاد حول الاغتصاب الزوجي ديني قانوني مجتمعي وايضا حقوقي ونضالي، ومفاجاه صدمتنا حنا كفريق عمل اثناء التصوير. كلها احداث واخرى غادي نعرضوها لكم في حلقه جديده من برنامجكم طابو الجنس المقنع. نحور فيها طابو الاحد على الساعه 9 مساء.